مكن الله في عونهم إلى قطاع الفلاحة، حيث شكل موضوع الابتكار في مجال الفلاحي محور ندوة للفلاحين بولاية شلف بحضور خبراء في المجال. الفلاحون استمعوا مطولا لمداخلات الخبراء والأساتذة حول الاستثمارات الفلاحية واستعراض فاق القطع. هذا وقد تم اختيار ولاية شلف كنموذج في المعرض الدولي للفلاحة مطلع الشهر الداخل. سيد علي شعبني، الموضوع تاع الندوة هذا هو موضوع الابتكار في المجال الفلاحي، وهو موضوع يخص الاستثمارات اللي رايحين بروجيتوها في ولايه شلف، في ولايه شلف خاصه فيما يخص الاستثمارات الموجهه لتحويل المنتجات الفلاحيه. كذلك استعرضنا حال الفلاحه في ولايه شلف والافاق تاع تطوير الفلاحه. حنايا هو الولايه المنظمه والشرفيه لونير، ولايه اونير تاع هذا المعرض انترناسيونال. نكونوا مجندين بكل المعرفه اللي عندنا ومختلف القدرات اللي عندنا، باه نعاون نظن هذا المسار ونكونوا في الاهداف اللي اليوم سطره لهذا القطاع. لازم نستفيد من الخبرات الاجنبيه، واش مشى لهم واش ما مشى لهمش، وحنا نشوفوهم ميم سي اون ا دو غوتار، لان العالم راه يمشي بسرعه. جو برون ديريكتومون سكي مارشي، وعلاش نستنى باش ندير تو لو شومان تاعهم كي دوري بوتيت 100 ans. Donc il faut savoir regarder, faire de la prospection, istishraf, dirasat, de la veille.